السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله رب الكل بصحة وسلامة. اليوم رجعنا لكم فطور السابع من شهر رمضان المبارك، وهم طبعا صادف دورة السنة مع الوالدتي الله يرحمها، فسويت لها هذا الثواب البسيط إن شاء الله نقول يا ربي واصل، وطلعنا منه هالقسمة رب العالمين. وأكيد راح أخليكم أني ويا كل شيء سويته من ثواب. هالمرة شوية غيرت، مو برياني، كنا دائما إحنا ثوابات لو برياني لو سمك. هالمرة سوينا تمن ماش أو رز ماش، وسويت هاي حلاوة النشا، وسويت تمرية، وسويت شوربة عدس، والحمد لله والشكر. وهذا اللحم فوقه، فخليكم ويا الفيديو طريقة العمل. بس أتمنى إنه ما تبخلون علي باللايك، يا تحطوا لنا اللايك، وجدد عجبتكم القناة اشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. فهسه أول ما راح أبدي طبعا بحلاوة النشا. هنا راح اسوي طبعا، انا ما سويت كلش هواي، يعني كميه بسيطه، بس المهم انه قلت لكم اهم شيء انه نذكرهم ما ننساهم. فسويت هنا كوب شكر، راح اخليه على طاوه او جدر براحتكم. وهنا خليت له كوبه مي، وراح اخلي طبعا هم دائما اقول لكم حسب نوعيه النشا. حطيت 4 ملاعق طعام نشا، لا تحطون هواي متلتله اذا ما تحبوها سخينه، يعني خواشق عادية. خلطت هنا الماء، طبعا هنا ماء ماتي شوي نوعا ما بحرورة، يعني مو حار، نقول دافي او اكثر من الدافي. فتلف كواب مي، حطيت يعني احنا تقريبا هي كل كوب ملعقة طعام ونص نشا، بس مو انت تحطون متلتلة حبايبي، انا خليت 4 لان هذا شوي نوعا ما نشا فخين. المهم هنا أنا الشكر، حتى لو يصير عندكم هيك يتكتل عادي طبيعي، لا تقولون شلون او تكتل شلون حيذب، لا عادي، بس اهم شيء النار تخلوها عاليه، لان النار تخلوها عاليه. اللون الشكر شوف بس احنا هنا شلون ذاب، شلون لون صار حلو الطانه، لون كلش حلو. فهنا راح اخلي 3 ملاعق طعام زبد، راح تقولوا لهم علي يصير دهن يصير زيت، افضل الزبد لان الزبد يعطي طعم طيب. انا هاي كل الاسئله حجاوبكم اياها اثناء الفيديو، طبعا كلها اجاوب اثناء الفيديو، وارجع اشوف التعليقات كاتبي لي معالي كذا يصير كذا يصير. اتمنى انه تشوفون الفيديو الاخير، لان انا ماكو شيء ما اجاوب عليه لي قدام قبل ما انتم تسالون عليه. فالمهم حبايبي هنا بعد ما ذاب عندي السكر، طبعا هنا سنار كلش انا منصيتها نصيتها الاخير، وحطينا 3 ملاعق طعام زبد، وهنا خبطنا قلت لكم هذا النشا والما يدرنا عليه. راح يصير عندكم هيك بعيد كتل عادي هم طبيعي، نصوا النار، نصوها كلش نصوها حتى يذوب عندنا هاي كتله مال السكر. وهنا شوفوا بعد ما ذاب، شوف بس شوفوا اللون شلون لون طالع حلو. خليت ملعقه طعام هيل، مو كلش متروسه يعني عاديه، وراح اظل اخلط بيه بهذا الشكل بشوف شلون صارت. طبعا ما احشيكم طعمها ريحتها، يعني تقولون عبالك حلقوم بهذا الشكل. راح اظل شوي اخوط بيها. وعدي هنا جوز على صفحة طبعا كسرته شوية نوعا ما مو كلش ناعم، راح اخليها فوقها براحتكم، تحطون جوز بدون جوز هي طعمها طيب. اي نوع مكسرات لوز باللي يعجبكم، اي نوع مكسرات او قلت لكم بدون مكسرات هي طعمها طيب. طبعا يوم حبيت انه اسجلكم الصوت برا بالحديقه، وهو اللي كتبوا لي معلاوي مدى صورنا الحديقه صورت، بس ان شاء الله ورا شهر رمضان مبارك راح انزلكم شنو انا سويت بالحديقه. وهنا شوفوا حديقتنا شوفوا حلاوتنا ما شاء الله تبارك الرحمن، بس شوفوا الشكل، انتوا شوفوا الشكل وحكموا. طبعا بدي اقول لكم يعني طعمها عبالك حلقوم، شوفوا شلوناته ولونها صار كلش حلو. دير بالكم تخلون الشكر من يعني سو نكرملوه، لا تخلوه يصير لونه طوخ لان ما يعطيكم هذا اللون الحلو. فالمهم صارت هاي كميه 3 قلاصات المي والقلاص الشكر هاي، طبعا حلاتها راح تقولوا لي قويه، لا كلش عاديه، اذا تحبون شويه حلاها اكثر مثلا حطوا كوب ونص او كوب وربع، احنا ما نحب يعني نحب هنا حالات السمن، فترى هسه انا هم سويتها حالاتها يعني كلش طبيعيه. فهسه كملنا الحلاوه وخليتها، فقلت لكم يعني الحمد لله اشكر اني ان شاء الله ما طول رب العالمين خالني طيبه وعندي صحه وعافيه، ان شاء الله ما انساهم دائما اذكرهم. فالمهم هسه هنا كملنا الحلاوه، راح نخلي اللحم. اليوم حبيت ما اسوي لا لحم كبار ولا دجاج، قلت لكم ولا سويت برياني، حبيت اغير بالافكار. فعندي هنا لحم مال عجل، يعني لحم هوش،
مقطع يعني شون نقول التيك او شوية اكبر. شفتوا اني حطيت شوية زيت بداية، انت تدون بيه هو ناشف ما يكون بيه ولا قطرة دين. راح اخلي لحد ما يحمس بهذا الشكل، يلا خليه لمي يعطيكم نكهة وطعم اطيب ويستوعدكم بسرعة حبايبي. هاي للحم الهوش، فخلوه بالبداية يحمس حمس كامل وبعدين حطوا له مي. ما حطيت له ملح، ما حخلي له ملح نهائيا الى ان تقريبا ما يريد يستوي. يلا حط الملح، هسه عندنا استوى طبعا ماكو شو اقول لكم، يمكن اقل من الساعة واستوى عندي. ورا ما استوى حطيت ملح، ما حبيت احط له اي نوع بهارات، حبيت احافظ على لون طعم اللحم. واحدة حطيت له بس الملح، اكتفيت بالملح بس. وهسه راح اخليه شوية يفور ياخذ طعم الملح ونطفي. وها هي يعني طريقته سهلة. تقدرون تسوون التكة صد الدجاج نفس الحالة حبايبي، مو إلا اللحم. وهنا راح أسوي تمرية، فقلت خلي أسوي تمرية. فقلت لكم هو الحمد لله يعني هو ثواب بسيط، بس نقول إن شاء الله واصل إن شاء الله. حطيت هنا أنا مثل ما شفتوني شوية حطيت دهن طبعا من هذا الدهن اللي عندي دهن الحيواني، وخليه السمسم. هسه تقولون السمسم ما يتقلب دين، لا حبايبي انا حطيت دين على مود التمريه مو على مود ترى السمسم، اعرف بيه السمسم ما يتقلب ترى بدين. كل الاسئله انا حجاوبكم بالفيديو. فالمهم هنا بعد ما قليت السمسم قليت اللي بالجوز والتمر هنا طبعا شويه حطيته بالمايكرويف شويه عندي لان خليته فوقه، وراح نخليه فوقه الراشي او الطحينيه. انا طبعا سويته بالفطور الاول نفس الطريقه بالضبط، بس هنا شوية زيت السمسم والجوز وحطينا راشي أو طحينية، وراح أعجنها بإيدي. يعني تريدوا تسووا بالطاوة براحتكم، بس أنا عجنتها بإيدي. فراح أخذ نص الكمية طبعا، راح أسويها شكلين. هنا حاطاني طبعا على الكاونتر نايلون مع الطبخ، وراح أفتحها بالشبك بهذا الشكل. وعندي فستق حلبي أو فستق مفلع راح أخلي بالوسط بهذا الشكل. طبعا هنا عائلتي كلش حبوها، يعني قلت لكم بالبدايه قالوا يعني ماما حتى اطيب من البقلاوه، لان بيها الجوز وبيها السمسم وبيها الراشي وطعم الدهن او الزبده اللي تحطون براحتكم، والفستق الحلبي يعني مو تمريه صارت بقلاوه. فالمهم راح ابرمها بهذا الشكل، ابرمها من صفحه يمنا ومنا. وبها بعد ما برمتها شوي سويتها اني صغيره، لان على مود عندي الاوراق مال الكب كيك، راح اخلي جوز هند على مود الوجه بهذا الشكل من صفحتين جوز هند، ما نخلي هواي فشي بسيط. وراح اجيب بالسكينه واقصقصها، وعندي كتبكم هاي الاوراق مال الكب كيك الصغار، هي مال تقديم. طبعا شمران بدا اول يوم رمضان سويتها، طبعا انا عندي بس بصراحه ما ابيها وين، مرات اكو شغلات تدورون عليها ما تلقوها، ومرات شغلات ما تريدوها تصير قبال عينكم. فالمهم حطيتها بهذا الشكل، وشوف الشكل يا عيني، شوفوا الفستق الحلبي شلون شكله حلو. والنوب سويت شكل ثاني صغار، وعندي اوراقها من مال كب كيك بس الصغيره كلش. هي مو مال كب كيك، هي مال حلويات حبايبي. فهذه ما حطيت اي شيء ببطنها، لان هي اصلا بيها مكسرات وسمسم، مجرد ان سويناها هيك دوائر. خليناها بالجوز هند وحطينا هاي الأوراق مال الحلويات بهذا الشكل. كملنا التمرية وكملنا اللحم وكملنا التمرية وكملنا اللحم وكملنا الحلاوة. هسه راح نسوي شوربة العدس. هنا شوربة العدس مثل ما شفتوا، سلقت العدس وطبعا سويته أني بالخلاط أو تريد تعصروه بالمصفي. وهنا خليت زبد، قلت لكم ماذا حبيت الشوربة بالزبد طعم يعطي نكهة أكثر. وهنا فرمت بسلايتين ناعمة، وراح نخلي الشعرية. قلت لكم أنا خلي الشعرية ويا البصل، لأن حتى كله يتقلى ويصير لون واحد، ما أريد الشعرية يصير لونها طوخ وبعدين أحط أو البصل، لا كله حيصير لون واحد. راح نظل نقلب بيه، شوفوا حطيت الشعرية وراح أقلب بيه لحد ما ياخذ هذا اللون اللي هسه شفتوه. وعندي قلت لكم انا عدس على صفحه هرسته بالخلاط او بالمصفي براحتكم، او يعني بالمهراسه، وراح اديرها فوقه بهذا الشكل. هسه بعد ما صفينا العدس راح نخلي نشيل هذا، تدرون الخلاط مسوي صار بيه مثل الوقف اللي فوق، نشيل هذا وراح نخليه للماجي. وهم ها هي شوربتنا كملت، حطيناها ماجي شويه كمون وتكمل عندنا. بقى بس الوجه طبعا احط لها من تكمل،
تجدون تحطون يعني من تستوي تحطوا لها معدنوس وتطفوها، او تجدون من تقدموها تحطوا لها الوجه. فهسه راح اخليه لحد ما تتلابس وتفخن، ونجي نسوي اهم شيء هو الطبق الرئيسي مالتنا، التمن الماش او رز الماش. طبعا انا الماش قبل يوم نقعته بالليل، نقع تقريبا كاسه، نفس الكميه الكاسه راح انقع الرز او التمن، ما حنقع هوايه، حنقع التمن تقريبا نص ساعه او ربع ساعه، لان انا حسوي بزل. فالمهم هنا عندنا العدس بعد ما صفيناه من المي، شوفوا هاي مقدار النجان نفسه، انا هسه خليت بيها يعني نفس عندي، خليت بيها ماش، الماش قبل يوم نقعناه حبايبي، والنوب ثاني يوم يعني قبل الطبخ بربع ساعه نص ساعه ما نقعته هواي تمن، خليت نفس النجانة بالضبط همين تمن، يعني نفس الكمية. أنا مرة شو أسوي إذا أخلي كوب ماش أخلي كوبين رز، لا هالمرة أنا سويت لا نفس المقدار، أخلي تقريب ما يستوبعوا، يعني يستوي أكثر من 3/4 استوى، بس المهم إنه الماش مثل زمو بإيدكم ينمر. من شفته هيجي راح أخلي التمن وياه، شوفوا راح أخبطه وياه. طبعا نوعا ما الجدر ماتي مو كلش كبير، بس لا الحمد لله انطاني يعني شكل حلو. فبعد ما استوى التمن واستوى الماش، راح تقولوا زين شلون عرفتي؟ مبين حبات التمن اولا لونها تغير، وشوي نوعا ما عندنا تحسوها لانت، يعني مو مثل ما خليناها. فشفتون بداية خليت الدهن او تجون الزبد، وحطيت شويه بصل وخلينا على نار هاد الحاد ما عندنا راح يعني يهدر تماما. هنا خليتها مدهن التمن الماش بالدهن الحر، او يعني يعطي نكهه اطيب من الزبد، فعائبل اكثر الاكثر من الزيت. عادي تقدرون تسووه بالزيت حبايبي كلش طبيعي، بس اتمنى تسووه بالدهن الحر او بالدهن العادي، يعني اي دهن عندكم يعطي نكهه اكثر. فالمهم هنا بصلايه خليتها على الدهن، وراح اخليها طبعا انا قسمتها جدرين، جدر صغير وكبير، راح اديرها فوقها بهذا الشكل ونقبغه لحد ما يعني نقول احنا بوخ زين، يلا نقلبه. هسه هم راح اراويكم شغله. طبعا صار ما شاء الله اولا خير من الله التمن مالتنا، قلت لكم هذا وجدر بعد صغير، وشوفوا شلون الرز مالته بعضه، شوفوا شوفوا طبعا النكهه والريحه مالت الدهن كلش كلش طيبه. وما لا شوفون ما شنو هيك حبايته على لكم مستوي، لا لاينه ومستويه والحمد لله كله كامل. هسه بقى شنو، راح احمس البصل للوجه، شرحته كلش بهذا الشكل، راح احمسه للوجه. انا ارتخلي الطحين وياه بعدين قلت لا ماكو داعي حتى يتقرمش عندنا ما يحتاج. فالمهم بهذا الشكل راح اقلب بيه لحد ما عندي يستوي بالكامل. وهسه طبعا راح اطلع منه اكيد يعني الجاري صينيه للفطور. فبهذا الشكل صبيته، شوفوا حبايبي حطيت بصل الدهر مدار واللحم بنص لحم، وهنا عندنا حلاوة النشا وهاي التمرية، وطبعا هنا الشوربة قلت لأبو علي طبعا أنا ناسية شي بالصينية ما حطيت معدنوس على الشوربة، فراح نخلي نجمتنا اليوم السابع. هو قال لهم علي شنو القصة هالسنة ما تحطين النجمات؟ والله حبايبي دا أخلي بس مرات أنسى أصور. فخلينا نجمتنا اليوم السابع ونقول يا رب إن شاء الله ثوابها واصل ان شاء الله من دار الدنيا لدار الاخره، اللهم امين. ان شاء الله يا ربي هذا ثواب مو بس لوالدتي، على جميع الامات والشهداء. فهذا حبايبي كان الثواب مالت الوالده، ويا رب نقول احنا اللهم اشبع كل جوعان وارزق كل محروم. فهذا كان الثواب، احنا قلت لكم هو كلش بسيط، بس الحمد لله وشكر انه حتى لو شيء بسيط انه ما ننساهم دائما نذكرهم. فقلت لكم هذا بهذا الشكل سويت التمن الماش، واللحم ما سويت له شيء، بس مجرد صفيته وخليته على الوجه، ولا تشوفون شكله شلون صار. وطبعا وياها عصير اكيد، ما انه بصره هم سويت بس ما صورته لان انا نزلت وياها سابقا. فهذا كان فطورنا او ثواب الوالده الله يرحمها. فاتمنى حبايبي طبعا هنا هم عصير مشمش، اتمنى فيديو اليوم نال اعجابكم، واتمنى ما نسيتون باللايك ولا بتعليقاتكم حلوه. لهنا واقول لكم مع السلامه للجميع.